السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا سيحدث لأول مرة في الملاعب الجزائرية التي ستحتضن الشانط. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن لم يتبقى إلا أيام قليلة على بداية كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، والتي ستكون من 13 من جانفي إلى 4 من فيفري، وستكون مجموعاتها مقسمة على 4 مدن و4 ملاعب بمشاركة 18 دولة. وباتت الجزائر جاهزة من كل النواحي لاستقبال وتنظيم هذا الحدث القاري في أفضل الظروف، وتم تزويد جميع الملاعب التي ستحتضن الشان بانترنت عالي التدفق مجانا لأول مرة في الملاعب الجزائرية. وبهذا تكون الجزائر قد اهتمت بكافة التفاصيل لإنجاح هذا المحفل القاري. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص هذه الخطوة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.